مساء الخير. أمريكا تمول ميليشيات الحشد الإرهابية، فعلا إنها مفاجأة الموسم. يقبضون من أمريكا ويرفعون شعار الموت لأمريكا، ومن يدري ربما نكتشف في المستقبل أن حزب الله تمويله أمريكي. والغريب أن تمول أمريكا هذه الميليشيات القذرة التي تكالبت على العراقيين والسوريين السنة بحجة محاربة داعش، هذه الفزاعة التي أوجدوها وقتلوا العرب باسمها. غريب أن هذه الميليشيات التي تقتل العراقيين وتخطف وتهجر وتشرد وتطلق الكاتيوشا على القواعد الأمريكية وتطالب برحيل هذه القوات، ثم نسمع أنها ممولة أمريكيا. اليوم يصوت الكونغرس الأمريكي على قانون وقف تمويل ميليشيات الحشد الإرهابية في العراق. وصح النوم، والخشية أن يكون لدى نانسي بيلوسي أو الديمقراطيين اعتراض على القرار، خاصة أن هؤلاء لهم قلوب حنونة على كل إرهابي ينتمي لنظام الملالي. فما هي تداعيات هذا القرار؟ وهل سيمهد لتصعيد سياسي واقتصادي أكبر تجاه هذه التنظيمات والميليشيات التي عاثت في العراق فسادا وإجراما؟ وأي تأثير على حكومة الهاشمي إن توقف هذا الدعم؟ حكومة الكاظمي، في الأساس لماذا كانت الولايات المتحدة تمول هذه التنظيمات الإرهابية؟ وهل الدعم مباشر أم أنه غير مباشر عن طريق دعم الحكومة؟ ألا تلحق الولايات المتحدة بنفسها تهمة دعم الإرهاب وأنها تصنع الإرهاب حتى تنفذ غاياتها ثم تنقلب عليه؟ ولكن ما الغريب في الموضوع؟ ألم تكن الولايات المتحدة داعمة للحكومات المتعاقبة على العراق؟ هذه الحكومات معظم وزرائها من قادة الميليشيات. مرحبا بكم إلى تفاصيل. كلا كلا أمريكا. اليوم ذاب ثلج العراق وبان مرجو، وليتها اقتصرت على شعارات الموت لأمريكا. فتأتي الأخبار من واشنطن عن تصويت للكونغرس على مشروع قرار يوقف تمويل الحشد الشعبي ومنظمة بدر التابعين لمرجعيات العراق والحرس الثوري الإيراني. ولتبسيط المعلومة أكثر، فإن ما يزيد عن 200,000 عنصر منضوين في 80 تشكيلا وفصيلا بأعلام صفراء وخضراء، بعضها باسم علي والحسين وأخرى للإمام المنتظر، يتقاضون حتى اللحظة رواتبهم من السفارة الأمريكية في بغداد، وهي المفارقة التي تصر الأيام على كشفها وفضح عبيد السفارات الحقيقيين الذين قتلوا ثوار العراق الساعين لحقوقهم وكرامتهم واتهموهم بأبناء السفارات. أما اليوم فلم تقتصر عمالة الحشد ومنظمة بدر ومرجعيات سيستاني وصدر وحكيم وغيرهم لإيران، بل وحتى كذيول لأمريكا، أي حذاء ومطية لمن يدفع أكثر. لن نسمع اعتداء على الحشد والاتهامات للحشد. وبعد أن تعرف العراقيون على حقيقة وأشكال قاتليهم المشوهة، تقول مصادر في واشنطن إن التصويت لوقف رواتب الحشد يحتاج لأغلبية في الكونغرس الذي يسيطر على مقاعده أغلبية ديمقراطية، في حين تأتي مساعي الجمهوريين لوقف الدعم عن تنظيمات شيعية متهمة بارتكاب جرائم حرب، ضمن مراجعات لتدارك أخطاء إدارة أوباما التي قدمت لإيران مليارات الدولارات المجمدة وساعدت بظهور تنظيم داعش وفق تقارير استخباراتية، عدا عن جريمة ترك الشعب السوري يواجه إبادة جماعية على يد ميليشيات أسد وإيران. غير أن المهم الآن في التصويت معرفة توجه الديمقراطيين الجدد، والأهم أن الشعب العراقي سيعرف قبل غيره من هم قاتلوه، من نور المالكي إلى مقتدى الصدر وهادي العامري وفالح فياض وأكرم الكعبي وقيس الخزعلي وغيرهم ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار.